بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أول الكلام على قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأن المعنى أن الله سبحانه أخذ الميثاق على جميع الرسل أن يؤمن بعضهم ببعض وأن يصدق بعضهم بعضا، لأن أولهم يخبر عن آخرهم ويبشر به، وآخرهم يصدق بأولهم ويأمر بالتصديق بهم. والمعنى الثاني للآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أن يتبعه، لأنه خاتم النبيين، ولأن شريعته ناسخة لما قبلها، ولأن شريعته هي التي يجب اتباعها على أهل الأرض كلهم. فالله أخذ على النبيين أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي فإنه يجب عليه اتباعه، وهذا حجة على اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم يتبعون الأنبياء ويؤمنون بالكتب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على أهل الأرض جميعهم اتباعه والإيمان به من أهل الكتاب وغيرهم. وفي قوله سبحانه وتعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، تقدم الكلام على هذا. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أي اشهدوا على هذا العهد الذي أخذته عليكم وأقررتم به، وأنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا يشهد عليهم، فهذا فيه توثيق هذا العهد وهذا الميثاق، مما يؤكد على أهل الأرض أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يؤمن به فهو كافر بجميع الرسل. وفي هذا أيضا شرف أهل العلم، فإن الله قرن شهادتهم مع شهادته، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن شهادتهم مع شهادته سبحانه على التوحيد. وفي هذه الآية قرن شهادتهم مع شهادته على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك، أي أعرض عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن الدين، لأن الفسق في اللغة هو الخروج. فمن أعرض عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خارج
عن دين الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن طريقة الرسل واحدة، وهذه الطريقة هي الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والدعوة إلى اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم إخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. طريقتهم واحدة وإن كانت شرائعهم مختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع مختلفة، فدين التوحيد واحد. وأما الشرائع العملية فإن الله جل وعلا يجعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله يشرع لكل أمة ما يصلحها وما يناسبها في وقتها، ثم ينسخ ذلك بأن يشرع للأمة التي بعدها شريعة تناسبها وتصلحها، إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ جميع الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم واستقرت، فلا تنسخ إلى آخر الدنيا. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الباقية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان. الفائدة الثانية وجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض جميعا بما فيهم اليهود والنصارى، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقبل هذه الآية قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، والأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم، سمي أميا لأنه لا يقرأ ولا يكتب. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى آخر الآية. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه فإنه كافر، وإن كان يزعم أنه على دين موسى كاليهود أو على دين عيسى كالنصارى، فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، ورسلهم أيضا أمروهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ عليهم العهد أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا ينصرونه. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.